بس بايكي، بما انكم تروحون للمتسابقين لين بيوتهم، حلو، وش راي المتسابقين بفكره البرنامج؟ الكل مبسوط على فكره البرنامج، انه رياليتي وانه جالسين يتثقفون وانه بنفس الوقت فيها فلوس، يعني قاعدين يشترون الاشياء اللي نفسهم فيها. الشيء الثاني كمان انهم مره مبسوطين انه برنامج يجي لين حدهم ويسالهم وبرضه يعطيهم فلوس. وانتم اكيد مبسوطين انكم تسوون الشيء هذا، صح؟ هذا هذا هو جميل، الواحد انه يسعد اللي حوله كي يسعد ونكون سعداء الله. في نفس الوقت يعني تسعد وتكون من السعداء. أكيد. الله يا سبايك، ما دام انت تشوف الناس اللي قدامك مبسوطه اكيد انت تنبسط. جميل انكم كل يوم تصدموني، ما شاء الله عليكم. انا دائما كل ما اروح للمتسابقين متفائل جدا ان هم اللي بيفوزون. تفضلوا نشوف يا سبايك، نشوف وش طلع لكم اسامي. انا طلع لي ريناد. وانت يا سبايك؟ حسن. ريناد حسن. شوف التقرير. معكم حسن محمد علي جعفري، عمري 27 سنه. اسمي ريناد الانصاري، عمري 25 سنه. بعد العشاء افضل نفس الكوره، يعني اتابع مباريات، انا اعشق المباريات. عازفه بيانو ورسام. هي 5 اسئله وان شاء الله نجيبها كلها باذن الله. باذن الله اقدر اخذ 5000، ليش لا؟ كيف شفت التقرير؟ هو تقرير جدا جميل. هبه اليوم حاشوفها مبسوطه. انا اليوم ما في الا عزف وموسيقى وناسه وبسط. طيب انت بتفلي، بس هذا الشيء ما يفيدني. انا اللي يفيدني انه حسن موهبته انه بيجاوب على الاسئله بس. تقدرون تفضلون عشان ما تاخروا على المتسابقين؟ ما نكثر كلام. انا قلت لك اهم شيء عندي ايش؟ الوقت. الله يسعدك. يلا نساعد، بس ايش؟ بحدود. وصلنا كالعادة يا شباب السيارة، ونبغى ندق على حسن عشان يرسل لنا الموقع، ونبغى نوصل بدري قبل هبة. الو. الو، مساء الخير. كيف حالك يا حسن؟ معك اختك هبة الحسين من برنامج الكاشف الطريق. خلينا لا نكثر كلام، لا نكثر كلام، ابغاك ترسل لي الموقع الان، بجيك قبل ما توصل هبة للمسابقة الثانية. يلا يلا نبغى نوصل بدري يا شباب بسرعة، اول ما يجيك الموقع تمام على طول امشي اطلع من هنا. مجموع النقاط حتى هذه الحلقة.